الذي يصدر فيه الستار على النسخة السادسة من الدوري الرمضاني في كرة القدم المصغرة لرجال الأمن الوطني بولاية أمس طوار، والذي تقرر أن يطلق على نسخته هذه اسم دوري المرحوم العميد محمد الفبادي. هذا الرجل الذي سخر حياته لخدمة الوطن والمواطنين بكل تفاني وتضحية، والذي نسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذوي الصبر والسواد. في البداية نرفع آيات الولاء والامتنان للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ونرفع عبارات الشكر لجلالته على عطفه واهتمامه اللامنقطع اتجاه موظف الأمن الوطني إسوة بباقي شرائح المجتمع. كما نتقدم بالشكر الجزيل السيد المدير العام للأمن الوطني على مجهوداته الحثيثة من أجل الرقي بالأوضاع الاجتماعية للنساء ورجال الأمن الوطني. والشكر كذلك موصول للسيد والي أمن تطوار وكذا السادة رؤساء المصالح الولائية والمحلية. وبهذه المناسبة أغتنم الفرصة لأرحب بجميع رؤساء الفرق 16 التي شاركت في هذا الدوري كل باسمه، واشكرهم على مشاركتهم وعلى ما بذلوه من جهد في انجاح هذه التظاهره الرياضيه، وما تحلوا به من روح رياضيه عاليه طبعتها النديه والتنفس الشريف. كما اغتنمها فرصه لتقديم جميل الشكر لكل من السيد عبد الله العوضي مالك ومسير ملعب مدرسه المغرب في اقتطار
على تعاونه ودعمه الدائم لهذا الدوري. والسيد توفيق حكم مباريات هذه التظاهرة الرياضية على تضحياته وأرحابه في صدره. والسيدان أنور عقا وعمر على عملهما في الجانب التقني وتعاونهما مع اللجنة المنظمة. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشير إلى أن هذه التظاهرة الرياضية التي امتدت على طول شهر رمضان المبارك حققت الأهداف المرجوة وبصمت الفرق المشاركة على علو كعبها في خلق أجواء رياضية عالية. أطال الله في عمر مولانا أمير المؤمنين وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم ومتعه بمغفور الصحة والسعادة والهنا وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي والعهد الأمير الجليل مولانا الحسن وصلوا يستعين صاحب السمو الملكي الأمير مولانا رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب وشعارنا الخالد الله الوطن الملك.